لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثة، ومعايا مداخلة مهمة جدا من نجم مصر ونجم النادي الأهلي ونائب رئيس رابطة الأندية المصرية كابتن عماد متعب. يا كابتن عماد أهلا وسهلا بكم، مساء الفل. إبراهيم مساء الفل، وإيه أخبارك؟ وبتبسط ورا معاك. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا كابتن عماد. وخليني في البداية أسألك عن خطوة الرابطة، جت ازاي وايه كواليسها تحديدا حتى اليوم نرى كابتن عماد متعب نائبا لرئيس رابطه الانديه، وهو الامر اللي كان له وقع طيب جدا جدا في الاوساط الكرويه وغير الـ يعني الـ كمان اللي له علاقه بالوسط بتاعنا، الجمهور نفسه في حد ذاته استقبل الموضوع ده بسعاده بالغه. الحمد لله، يعني دي اهم نقطه، ان الواحد اسمه لما رشح في مكان ما الحمد لله قوبل الموضوع بقبول من الجمهور ومن السادة الإعلاميين، وده كان مريح نفسي، يعني حاجة نفسيا بتريحني بشكل كبير جدا، بتخليني أشتغل وفي حمل على ظهري، وفي نفس الوقت في ثقة من الجمهور ومن الإعلام في عماد والمجموعة اللي موجودة في الرابطة بالكامل. يمكن كان الترشيح كان من كابتن محمود الخطيب، كان كلمني من فتره وكان قال ان في رابطه الانديه هتتعمل في مصر هنا، ويعني ان شاء الله انت اللي هتمثل النادي الاهلي داخل الرابطه. وكان الموضوع اتاجل وبعد كده اتفتح تاني، ويعني كابتن محمود الخطيب هو اللي رشح لي صراحه. طيب كيف كان وقع المكالمه دي بالنسبه لك يا كابتن عماد؟ لا انا قابلت كابتن الخطيب طبعا، كان هذا شرف ليا، طبعا شرف ليا ان انا اكون موجود وممثل النادي الاهلي، واكون موجود في مكان بنحاول بقدر الامكان ان نرجع الكره المصريه لطبيعتها ولشكلها الطبيعي ولمكانتها الطبيعيه، لان فعلا احنا متاخرنا كتير قوي في السنين اللي فاتت. صحيح. يمكن اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نرجع الكره المصريه لطبيعتها ونغير بعض الحاجات اللي الجمهور والاعلام متضايق منها، واتمنى ان شاء الله ان ده يتحقق ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندك تجربتين، التجربتين دول اكيد بيفيدوك في وجودك دلوقتي في الرابطه، لانك شفت من زاويتين مختلفتين، زاويه وانت فيها نجم كوره وفي اكبر الانديه الافريقيه والمصريه ونجم كمان لمنتخبنا الوطني، دي زاويه، زاويه وانت محلل فني فانت شايف برضو امور تانية، ودلوقتي حضرتك موجود في الرابطه، فدوك بايه الزاويتين المختلفتين اللي هم ليهم علاقه بوجودك كلاعب وبعديها كمحلل؟ لا يمكن خبرات كبيره جدا الحمد لله الواحد اكتسبها وهو لعيب كوره، وبالذات لما يكون بيلعب في النادي الاهلي وبيشارك في بطولات كبيره جدا وبطولات متنوعه وبطولات افريقيه وبطولات عالميه، فبتشوف كل الاحداث، بتشوف كل التنظيمات، بتشوف كل الترتيبات الخاصه بالمباريات وقبل المباراه وبعد المباراه، دي كلها خبرات بتقدر تعمل من اساسها. في نفس الوقت بتكتسب انك بتشوف ايه اللي بيضايق لعيب الكوره وايه اللي بيكون محتاجه لعيب الكوره عشان تقدر تخليه يبقى مرتاح في الملعب ونقدم دوري مميز، دي كلها حاجات الحمد لله اتعلمتها بوجودي في النادي الاهلي. التلفزيون ورالي الصوره الواضحه ان لا الناس محتاجه تشوف صوره واضحه بالنسبه للمباريات، وده الحمد لله اللي قدرت الرابطه ان شاء الله هتنفذه مع بدايه الموسم، ان يبقى في عدد من الكاميرات زياده بتقنيه الاتش دي، يعني دي الحاجات اللي الجمهور محتاجها، انه لما يتفرج على صوره كويسه الجمهور، ان احنا نقدر ولو بعدد يعني مشكور طبعا وزاره الداخليه مشكوره بشكل كبير جدا وكل مؤسسات الدوله على 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 الموافقه لينا، وان احنا نقدر ندخل 2000 مشجع في كل مباراة، 1000 لكل فريق، فدي بالنسبة لنا بدايات كبيرة جدا، ودي بالنسبة لي خبرات اكتسبتها من وجودي سواء في النادي الأهلي أو مع منتخب مصر أو في الإعلام يعني كمحلل الرياضة. صحيح. طيب بصراحة كده هسألك رأيك كمسؤول وكلاعب، كمسؤول رأيك إيه، مباراة القمة تبقى بحكام مصريين ولا بحكام أجانب؟ وهتقول لي رأيك برضو كلاعب، هل الرؤيتين هيبقوا مختلفتين ولا لأ؟ لا خليني، يعني كنت ممكن تسالني السؤال ده من شهر فات، ماشي دلوقتي هيبقى صعب جدا، لان في الاخر انا كل كلمه هقولها هتبقى محسوبه عليا وانا مسؤول عنها، فخليني انا بره الكلام ده، ماشي. علشان انت عارف عندنا الكلمه اللي هتتقال هتتمسك مش هتتساب. وانا في كل الاحوال احب اخرجك من اي حرج، لان عايز اشوفك ناجح طول الوقت، وعايز اشوف الكابتن عماد، لان انا عارف ان عندك طموحات واحلام كبيره جدا جدا في اي مكان انك تقدر تحافظ عليها، ودورنا ان احنا نساند بعض ونساعد بعض، فانا برفع عنك الحرج في الاجابه على السؤال ده. شكرا ليك، ويعني انا مش عارف يعني فعلا احنا ان شاء الله لو نجحنا هننجح بمساعدتكم ان شاء الله وظهرنا،
لان فعلا احنا محتاجينكم جنبنا، محتاجين الاعلام ان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض، لان احنا كلنا في مركب واحد. طيب بسال حضرتك في جزئيه ليها علاقه بمباراه الزمالك وام بي، كان معايا لسه منذ قليل الكابتن حسين السيد وقال لي ان احنا مستنيين رد الرابطه فيما يتعلق بمكان المباراه. استاد القاهره هيكون منشغل في هذا اليوم، وبالتالي الحديث اما عن الدفاع الجوي او برج العرب. هل وصلتم لحل الموضوع ده ولا لا؟ بص يا ابراهيم، عشان نكون واضحين، احنا في اوائل الاجتماعات حددنا وبعتنا للانديه، خطبنا الانديه بالكامل ان كل نادي يحدد الملعب الرئيسي والملعب البديل. ماشي. ونادي الزمالك بعت لنا ان الملعب الرئيسي هو استاد القاهره والملعب البديل هو ملعب الدفاع الجوي. استاد القاهره احنا عارفين ان فيه اصلاحات هتخلص في الفتره اللي جايه يعني، والملعب البديل الطبيعي الدفاع الجوي، فاحنا حطينا المباراه في ملعب الدفاع الجوي. بس لكن احنا يعني لحد اخر يعني مكالمه او اجتماع بيننا وبين بعض قرارات الانديه ما كانش في اي تغيير في اي حاجه. المباراه في ملعب الدفاع الجوي، ما اعرفش ايه الجديد او ايه اللي بيحصل ده، ما عنديش خلفيه عنه. طيب. لكن احنا اخر حاجه وصلنا لها وما فيش خطابات لحد دلوقتي جات لنا، على ما اعتقد يعني لحد النهارده ما كانش في خطابات جات لنا ان في مشكله ان المباراه ما تكونش في ملعب الدفاع الجوي. طيب، هل في برضه تدخل من الرابطه في جزء اخر متعلق بالنادي الاسماعيلي وبث مباراته مع النادي الاهلي ومكان المباراه؟ هل في تدخل من الرابطه لحل هذا الامر ام لا؟ هو ما فيش مشكله اصلا. هو ايه المشكله؟ انا نفسي افهم بس يا ابراهيم، هي فين المشكله؟ ما هي دي النقطه اللي احنا بنطلبها، ان بعد اذن الناس ان هي تساعد. هي النقطه كلها، المباراه بقالها سنوات طويله بتتلعب في اسكندريه استاد برج العرب. وعلى فكره احنا عشان نحقق العداله، هو الامن هو اللي طالب مش احنا خالص. يعني الموافقه الامنيه جايه ان المباراه تكون في برج العرب. النادي الاسماعيلي طلب ان المباراه تتقدم يوم او تتاخر يوم علشان الانتخابات. والانتخابات مالهاش علاقه بالكوره نهائي، يعني المنظومه الرياضيه مالهاش علاقه بالانتخابات، اللعيبه مش مالهاش دور في الانتخابات. ولا الجهاز الفني على ما اعتقد يعني ليه دور في الانتخابات، فده ما ينفعش خالص المباراه تكون في مكانها. ويعني علشان نحقق العداله، احنا النادي الاهلي كموافقه امنيه هو متوافق له نلعب في القاهره، لكن هنلعب المباراتين في برج العرب كعداله للفرقتين. يعني زي ما النادي الاسماعيلي متضرر، هو النادي الاهلي متضرر انه بيلعب يعني ما فدناش على حد، على حد ما ميزناش حد عن حد، فاهم قصدي؟ أيوة. النقطه كلها مع الامن، يعني النادي الاسماعيلي لو قدر يجيب موافقه امنيه للمباراه في الاسماعيليه احنا هنبقى مرحبين بده تماما، لكن الموافقه الامنيه جايه على اللعب في برج العرب. الماتشين حطينا النادي الاهلي مباراته الثانيه في الدور الثاني مع النادي الاسماعيلي في برج العرب، ما فيش اي يعني شاب يعني نقطه صغيره تقول ان احنا هنميز حد عن حد. كل الانديه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتتعامل على ميزان واحد. عظيم جدا. طيب، الرسالة اللي كابتن عماد متعب بيحب يوجهها للجماهير، جماهير كرة القدم المصرية كلها؟ أقول لهم إن شاء الله إن شاء الله الموسم ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني هتشوفوا موسم من غير تأجيلات إن شاء الله، وده اللي إحنا يمكن عاملينه. وإحنا ما حطيناش الجدول بالكامل، حطينا 8 مباريات بس أو 8 أسابيع بس علشان الجدول اللي نحطه نكون متأكدين منه ونعرف إنه مش هيتعمل غيره. وان شاء الله قبل كاس الامم الافريقيه هنحط باقي الجدول لحد نهايه الموسم، وان شاء الله يكون موسم من غير تاجيلات، موسم في عداله بالنسبه للانديه بالكامل بالكامل ان شاء الله ان شاء الله، في تصوير بشكل مميز ان شاء الله، في جمهور وزي ما قلنا ووعدنا ان هيبقى موجود ب 2000 الف لكل نادي ان شاء الله، لو مع التزام الجمهور ومع الروح اللي احنا محتاجين نشوفها في الملاعب ان شاء الله نقدر نزود ده ان شاء الله، بموافقه طبعا وزاره الداخليه، لان يعني وزاره الداخليه مشكوره انها باذله مجهود كبير جدا 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 علشان تقدر تحقق المتعه اللي بيتمناها جمهور الكوره في مصر ان يكون في جمهور، فاتمنى ان الجمهور يساعدها على ده ان شاء الله. طيب، ايه ابرز العراقيل واللي بتطلب من الانديه ومسؤوليها ان هم تسهلوها على بعض، لان انتوا في النهايه بتمثلوا الانديه، ايه ابرز المشاكل اللي ممكن بتواجهكم كرابطه؟ والكابتن عماد متعب شويه نفسه المشاكل دي تتحل. لا، هو الحمد لله يعني لحد وقتنا هذا الحمد لله يعني ما اعتقدش ان في مشاكل حقيقيه ظهرت، يعني النقطه بتاعت نادي الاسماعيلي وان شاء الله هتتحل، ونادي الزمالك على ما اعتقد ان شاء الله ما يكونش في مشكله بالنسبه للملعب. اتمنى بس من الانديه ان فكر التاجيلات، فكر تغيير الملاعب، لان كل نادي هو مقرر ملعبين من قبل ما نحط الجدول، من قبل ما نعمل قرعه، ومن قبل ما نعمل اي حاجه، ودي خطابات رسميه مبعوثه من الانديه للرابطه.
فهي النقطه كلها احنا هنلتزم بالخطابات والموافقات الامنيه اللي عندنا وهنشتغل عليها. فاتمنى ان الانديه تساعدنا في ده ومجلس الادارات تساعدنا في ده، لان في الاخر هي المصلحه واحده، مصلحه الكره المصريه، وان شاء الله مش هنعمل استثناء لحد، لان لو اتعمل استثناء لنادي واحد خلاص مش هتقدر تمنع الاستثناء. لا استثناءات، لا استثناءات لاحد، ما هي دي المشكله. انت المواسم الماضيه كنت بتشوف استثناء مثلا تاجيل مباراه لكذا او تغيير ملعب لكذا، فشيء طبيعي لو النادي الاخر او نادي ثاني او نادي ثالث طلب تغيير مباراه او تاجيل مباراه او تغيير ملعب، ما هتقول له لا على اي اساس؟ ما احنا في الاخر احنا كرابطه احنا بنمثل الانديه، لكن احنا في الاخر بنمثل مصر، عايزين صوره حلوه للدوري المصري. احنا كمسؤولين في الاخر عايزين الدوري يقام بعداله كامله، فان شاء الله ان شاء الله ان مش هيكون في استثناءات خالص، وده على ما اعتقد ان هيكون في صالح الكره المصريه، وعلى ما اعتقد ده هيبسط المجموعه بالكامل. صحيح، مفيش استثناءات، هيبقى في دوري منتظم ان شاء الله. الكره الموحده موجوده مستمره معانا للموسم اللي جاي برضه، مظبوط ولا في اي تغييرات؟ يعني احنا خاطبنا الاتحاد، بعتنا الاتحاد نسلم الانديه، وبعتنا للانديه انها تروح تستلم، الانديه اللي ما استلمتش الكور من اتحاد الكوره تروح تستلمها، وعلى ما اعتقد ان الانديه كلها استلمت الكور وموجوده، وان شاء الله يكون في كره موحده على 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 مدار الموسم يعني. ودي على ما اعتقد بشكر فيها محمد فضل، لان محمد فضل هو كان من الناس، واللجنه اللي كانت معاها من الناس اللي اشتغلت على الملف ده، وهي اللي كانت طلبت ده، وهي اللي كانت عملت التعاقد وجابت الكور يعني. فطبعا بشكر المجلس ومحمد فضل على ده. كابتن عماد انا بتمنى لك يا رب دايما والله كل توفيق، كل خطوه بشكل شخصي انا بتمنى لك فيها النجاح والتوفيق، وبشكل عام انت تستحق كل خير الحقيقه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الرابطه تحقق الهدف بتاعها الاسمى فيما يتعلق بتحسين جوده الدوري المصري بالكامل ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله يا ابراهيم. شكرا ليك، وانا عايز اقول نقطه بس مهمه، اتفضل. بس عارفه ان التحكيم بس هو برانا يعني، احنا كتحكيم مش تابع للرابطه، احنا مش مسؤولين، لجنه الحكام كابتن صمت عبد الفتاح هو المسؤول عن الاتحاد، تبع للاتحاد بس. عشان دي نقطه مهمه بس عشان الناس عارفه ده وفاهمه، احنا ما لناش اي تدخل فيها، لا انما هي لجنه المسابقات هي اللي ضمن اختصاصاتكم اللي شغال بالضبط. ويعمل بالضبط. عليها باستمرار الحاج عامر حسين متعلقه مظبوط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن عماد، وان شاء الله باذن الله دايما موفق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا كابتن عماد متعب نجم مصر ونائب رئيس رابطه الانديه في اول تصريحات رسميه منذ تولي المنصب، وشخصيا ما فيش خلاف عليها يعني، ما فيش محدش يقدر يختلف على الكابتن عماد متعب.